سنلعب لعبة اليوم، لعبة صور والقي في القراءة، وسنكتب جملة على السبورة، وسنختار هذه الجملة التي سنكتبها على السبورة، نشكلها تدريجيا يعني كلمة كلمة، ما هي الصورة التي تناسبها؟ ولكن لاحظوا جيدا، سأقلب الصور، يعني سنلعب لعبة الذاكرة. تعرفوا شو الذاكرة؟ ما معنى الذاكرة؟ صافي يقلبهم بس وحده بعدين السكر. لا، ما معنى الذاكرة؟ الذاكرة معنى الذاكرة نتذكر. نتذكر، هذا نتذكر، لازم هذا الصور نشوفوا واش فيهم هنا في رسمة من فوق. إذا الصورة هذه ماذا يوجد، ماذا تعبر الصورة هذه؟ وهذه الصورة وهذه الصورة وهذه الصورة وهذه وهذه. إذا هناك كم صورة على الصورة؟ ستة. جيد، ستة صور، هناك ستة أو ستة صور. الآن سنكتب جملة، سنكتب جملة. هل تتذكرون هذه الصور؟ تذكروها جيدا؟ نعم. جيد، إذا على الألواح، على الألواح نكتب يونجي زو. يلا أول واحد يكتب يونجي زو بسرعة بسرعة بسرعة. يونجي زو، يونجي زو، يونجي زو، يونجي زو بسرعة. يو يو يونجي زو بسرعة. يا ناس فارس، طلب اللوحة. يس، يلا أيوب، يلا يلا يلا. يون جي زو، يون، النون في وسط الكلمة تتصل ولا تتصل؟ تتصل طبعا، تتصل النون في وسط الكلمة تكون متصلة، تتصل بما قبلها وما بعدها. يون جي زو، يون جي زو. يلا نتلقى أول تلميذ يكتب يون جي زو. كتبت يون جي زو، يلا ارفع اللوحة الآن. أحسنتي، صبورة إلياس، صبورة. يون يون جي زو، يون جي. وين جي يا ريتاج؟ وين جي؟ درتي ضمتان هنا، ما نقدرش ندير ضمتان في أول كلمة، ضمتان دائما يكونوا في آخر كلمة. يون جي زو، أحسنت يا إلياس. يلا يون، نعم، ضمة واحدة فقط. الآن نضع الألواح والهدوء، نضع الألواح الآن نكتب يون جي زو، يون جي زو، يون جي زو. معايا كامل بدون فوضى؟ يو 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 يو، هاي يون جي زو. يلا يو نقطتين في اليو، احطها كوضع يو. ثم ماذا يوجد بعد اليو؟ ن يون يون جي 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 زو، يون جي زو. يلا الكلمة الثانية، سامي سامي سامي. يلا بسرعة 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 بسرعة. يون جي زو، سامي سامي بسرعة. سامي سامي ينجي زو. يلا الأول الأول الأول، سامي سامي الأول بسرعة. ريمان بسرعة 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 بسرعة. أحسنت أحسنتي. سامي سامي، اطلع يا ميس. جيد، سا ليس سامي، قلنا سامي. احسنت الياس، احسنت دانيا. سامي، خلينا نشوف. سامي، جيد. سامي اليد تاعك شويه معوجه، معليش. يلا سامي، ننتبه الان. كتبتوا كامل سامي؟ وليس سا سا سامي. جيد، احسنت التسليم سامي، جيد تسليم. لا مليحه يا عبد المولى، خلينا نشوف.
جيد سامي الميم مسقطه في الياء، معليش دوك نتعلموا فاش نكتبوا الياء في اخر كلمه. س ماشي سامي ايمن، سامي سامي. يلا نكتبوا سامي كامل، كتبوا في الصبوره كامل، يلا كامل 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 باش نذكروا ونثبتوا الحروف. ضعوا الاقلام الان، ما ندقش الجرس، دق الجرس. سا 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 سا، تفلو كامل هكا سا، لكن الميم هذيك مع الياء جاتلو شوعة. سا مي سا مي، نعاود نقرا نعيد القراءة. لا لا مو هذا الحرف، ما الصوت هذا. يو يون ولي راهم ماهوش متابعين. ايوب قلنا نتابع، عاودوا. يون جيد. و و و صفاء، و و و صفاء. يلا بسرعة امسح اللوحة، امسح 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 اللوحة كامل، امسح اللوحة امسح اللوحة. نكتبوا و ص ص ص ص ف او، و و ص ف او بسرعة. يلا و ص ف او عبد المولى، ما اكتبوا اكتبوا نعرفوا هو. و نكتبوا على اليمين، يعني استبدلوا يعني في اللوحة نبداو على اليمين باش يكون عندنا الفراغ الفضاء نقدر نكمل واش الكلمات اللي نحبو نكتبوها. وصفاء ويصا ويفا اكتبي لينا. و ص ص ص فاء ص ص هيا نكتبو ص. يلا الاول يكتب صفاء، احسنتي درتي الهاء بالمقلوب، درتي الهمزه بالمقلوب، كتبناها الهمزه. الهمزة هذيك اللي ما بدات لا تحتاج إلى ألف، لا تحتاج إلى الألف، كتبناها. شوفوا ص ف ومليحة الصاد مليحة هذيك، طلعي السبورة أحسنتي دعاء واحد، أحسنتي تسليم، أحسنتي الياس، جيد. تكلمنا على الألف وص ف وجيد وص ف وأحسنتي. خلينا نشوف وصفاء ومليح الصاد هذيك، واش قلنا على الصاد؟ قلت عندهم سنة هذيك الصاد، طلع بالسنة وصفاء ولا امسح كلش خلي لي غير وصفاء. احسنتي وصا الصاد، واش قلنا على الصاد؟ كتبتي قا سقاء فا، شحال فيها من نقطة سلفا؟ فا شحال فيها من نقطة؟ وحدة درتي انت زوج، درتي هنا سقاء. الياس بسرعة. يلا تسني ريتاج، واش هذيك السنة؟ ماذا تنتظرين؟ أروح وصفاء وأحسنت إياس، جيد. عطيني نشوف وش قلنا على الألف هذه، وش قلنا؟ شوفوا هنا صفاء، وش ما هو الخطأ؟ ما هو الخطأ؟ أين الخطأ؟ ألف، الألف دارنا ألف زيادة، شوف عندنا ألف وألف. وش قلنا؟ قلنا كي يكون عندنا هذه الهمزة كي يكون عندها مقبل ألف نكتبوها على السطر، قلنا. يلا مكانك، شكرا جيد على المحاولة. يلا معايا كامل الآن راح ندق الجرس، راح نحط شي مارك تلاميذ اللي ما عرفتش يكتبوهم، راح ندق الجرس. قلنا ما تخلوناش ندق الجرس، لازم نكونوا هادئين، كي يكون انا في السبوره نكتب لازم كامل نستعمل حاسة البصر باش نثبتوا الحروف والاصوات باش نقدروا نقراو ونقدروا نكتبوا كلمات، مفهوم؟ جيد يلا. و و و و حلو و عندها و ص حلو دايما عندها سنة الص، واش قلنا على الص؟ ص عندها دايما سنة، ها كما ما كنتش كتبوا فيها كنتم سبعة، واش قلنا على الص؟ فيها سنة شفتوها؟ يلا و ص بعد الص ماذا يوجد؟ فا فا جميل فا صفاء ثم ماذا يوجد؟ او او، هل الاو نكتبها على الالف؟ لا يوجد الف قبلها، اذا لا نستطيع نكتبها الفين يعني وحده مر وحده، اذا صفاء او صفاء او ينجز
ف او ال و ج ب. يلا اللوحة. ينجز ساني و ص ف او ال. شو كامل لوحة؟ شو كامل لوحة؟ نمسح اللوحة يا صاحبة تنتظر. تخدموا كيما السلحفاة فاتا. تخدموا كيما السلحفاة. واش قلنا نخدموا كيما من؟ أرنب. أرنب يلا أرنب نشيط يقفز سريع. ال و جي يلا يلا ال ال و جي با. يلا الأول اطلع معاك بسرعة. ال و امسحي اللوحة هيا. شو شكل بحنا؟ الواجبة. قلنا الواجبة. يلا صح مليح جيد. الوا يلا كنطار يلا بدنا تنتظرين يا بنت الياس. الوا ويلوا ويلوا. الواجب احسنت الياس ما شاء الله عليك. الوا يلا دعاء يلا يلا شوفوا الشاطرين كاتبين يلا التلاميذ كاع شاطرين كاتبوا شاطرين كامل كامل لكن غير بعض التلاميذ اللي عم يطلعوا. امسح اللوحه واكتب وين الواجبه عصام. اكتب الواجبه يلا يا عبد المولى. اكتب الواجبه. نعم منها معاص حركه عصام. ال 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 و ال ال. امسحي اللوحه امسحي اللوحه ايا. ال ال و جي با. وين الجيم عصام وين الجيم؟ ال و جي با. ريان يلا الواجبة. كاش هني فقط كتبوا الواجب. عطني شوف عطني التسليم. الوا حركة طويلة ريان. تبدأ الوا بدون حركة طويلة. وريئة وريئة شوفينا تك الوجه وريئة دبت قبل اللا ولا لا تتصل بالواو. شوفي لا تتصل بالواو انت ما لصقتيهاش. والواو هنا حركة طويلة. الوا واش خصها؟ كسرة. لا ماشي كسرة حركة طويلة في الوا. الوا واش خصها؟ مش ضمة خصها الألف. هنا خصك الا. يلا نمسح اللوحة معليش معليش المحاولة جيدة المحاولة. ال يلا نبدأ. إذا ينجز سامي وصفاء هايمكم أ ال هنا ما نديروش الهمزة بعد تعلموها لازم ندق الجرس. ما تخلوش تدق الجرس لأن دايما كيكون حلقة في الصبورة لازم تكونوا ركزوا معايا. كنا بين الفوضى. ال لاحظوا معايا وصفاء ال هذه نكتبوها بعد نقريها لكم. ال و شكون عندي الفوضى؟ ال و شوفوا مليح. ال و ال و شفتوها؟ و واش قلت لها؟ الألف. كونش معايا يعني اسمع وش ركز. الألف. كيما تسليم باش تركز. واش قلنا كي كنا في الصبوره واش ديروا نتوما؟ نركزوا نركزوا. وثاني نشوفوا ما نكتبوش ما نكتبوش. وسادة تكتب وانتم تكتبوا. وسادة تكتب وانتم تكتبوا. لا انتم تكتبوا انا راني نراقب فيكم وانتم كي انا نكتب وانتم تشوفوا باش تعلموا الصحيح باش ما نخلوش. تركز يلا. الواو ماذا يولد بعد الواو؟ الواو جي جي. الواو جي جي على السطر دائما نحاولوا باش نكتبوا على السطر. الواجبة نعاودها. اذا وصفاء الواجبة. الواجبة نقطة. يلا كملنا. الآن نوعين من الطريقة. أكبر البيت عشتوا أكبر البيت أكبر البيت. نعم يون وش نادي؟ زو عبدو يون جي زو سامي
سقف عندي، سقف لي بالصور، سقف لي بالصور. من يتذكر ما هي الصورة التي تناسب هذه الجملة؟ إذا قلت ينجز سامي وصفاء الواجب، هل هذه الصورة التي تمثل هذه الجملة، أو هل هذه الجملة تمثل هذه الصورة، أم هذه أم هذه أم هذه أم هذه أم هذه؟ يلا يا يانس، يلا نشوف ما هي الصورة التي تمثلها هذه الجملة. يلا، قال سامي، قال يانيس أن هذه الصورة هي التي تمثل الجملة. يلا، هل هناك سامي وصفاء ينجزان الواجب؟ نعم. أين هما؟ هل هما ينجزان الواجب؟ نعم. أمهما، هل كنت أمهما، هل كنا الأم في الجملة؟ إذا أنت مخطئ، يلا هذه ليست هذه الصورة. شكرا يا نساء المحاولة، شكرا. فلان كنت قريب من الإجابة، لأنك شفت أنت سامي وصفاء، شفتهم، أنت كنت تحسب أن هذه الصورة. دعاء، يلا دعاء، بالواحد بالواحد، مش فوضى. يلا دعاء، أي صورة؟ يلا شوفوا إلى هذه الصورة، حطوها هنا، هذه الصورة بجانب الجملة. حقيقة؟ لا. نعم أم لا؟ لا. نعم دعاء أم لا؟ كيف عرفتها؟ أين سامي؟ أين صفاء؟ أين الواجب؟ أين الواجب؟ تعرفوا شنو الواجب؟ الواجب هو الكتاب. ماشي هو الكتاب، هو الواجب. لا، هو الطعام. طعام؟ لا، ليس الطعام، الواجب. هو كي تكونوا تراجعوا في البيت وتقراوا وتكتبوا، هذا هو الواجب. اذا الواجبات، احسنت، الواجبات انا قلت لكم واجب واحد. احسنت يا صفيقه، على دعاء، دعاء تحسس على كل هذه الصور لا تمثلها الجمله، وانما الصوره المناسبه هي هذه. ينجز سامي وصفاء الواجب، هو يكتب، هو يكتب، هو ينجز الواجب، يعني يحل التمرين، يراجع، يحفظ. تعلمنا ما معنى الواجب؟ الواجب أن الواجب المدرسي عندما يكون لنا دراسة، مراجعة في البيت. إذا من يأتي إلى السبورة ويعيد قراءة هذه الجملة لينا؟ يلا بسم الله. هاي مسطرة، هاي مسطرة، فوق المكتب الصغير، فوق المكتب الصغير، فوق المكتب الصغير. يلا بسرعة، جيدين، يلا يلا بسرعة، كنا كما الأرنب، كنا كما السلحفاة. يلا صفاي، في صوتك. يون جيد، ينجزو سامي، سا سامي وينك؟ أين نهرة؟ نعم وينك؟ سامي وينك؟ أين نهرة؟ نهرة. وش بالحرف هذا؟ مين؟ أيه، سا سامي، سامي وصفاء. جيد. ألا و وجبات. لا مجبات، لا ما كاش واجبات. ال ال و با الواجبه. شو قال لينا؟ يلا وحدوها، نسري بسرعه، نسري. يلا قراءة الان. الألف ريوم. كملي.
واجبات ما نشتهى الوا الوا جي جي با با النهار بابا ما نشبات. شكرا نسرين، يلا رايح بسرعه رايح. يلا ارفع صوتك ارفع صوتك. ياي إذا هنا شو كان رأي المكان؟ الآن سنحاول أن نشكل هذه الجملة بالحروف المنغنطة. هنا جيد.